من من جديد. جديد اقول لك في خاطره كتبتها، وخاطرة هذه الحمد لله جبت فيها المركز الاول. وين؟ ايه في مسابقه، اي في مسابقه على مستوى مسابقة الماء. يعني حي عندنا في المدينه. المهم ايش فيه؟ اسلم. المهم ف من المقولات اللي ذكرتها قلت الدنيا مصالح. صحيح. كان هو حوار بين شخص وبين نفسه. صحيح. الأمارة بالسوء، فكان من ضمن الحوار لا ما عليه ذهبتكم ولا رجعت أمه من سمونه ولا رجع الحمار. ذهب الحمار بأمه فلا عاد الحمار. إن هذه عسى الله انه راح الحوار. الدنيا مصالح يستوي فيها الصالح والطالح، وليس الميزان فيها بالاعمال بل بالجاه والمال. صحيح. فكنت اسالك ايش رايك بهذه المقوله؟ هل هي صحيحه ولا خاطئه؟ لا انا اتفق مع هذه المقوله، والمقوله صادقه وصحيحه واجت وتستاهل المركز الاول. فارجع واقول لك ان اشياء تصير في الواقع احنا نكذب فيها. حلو، يعني يا زينا في الكلام وفي المودة والرحمة، لكن في تعاملاتنا اليومية الموضوع يختلف. صحيح. وساعات أعتقد أنها من نفس البشرية، مثلا دائما يعني في مهن ننظر لها بنظرة ازدراء، والآباء والأمهات يقولون يا ولدي يا تدرس ولا تراك بتكنس الشوارع. في المقابل لو هل يكنس الشارع ورث له ملايين كان شفته كلا قام يتبعه. أذكر لك مثل صار في الحج قبل سنة أو سنتين، واحد من العمال اللي يشتغلون في الحرم أظن إنه في النظافة أو كذا، وسبحان الله دائما في موسم الحج يعني الحكومة الله يعطيها العافية يعني تشوف الأسماء والتشابه الأسماء وتجمعهم في بعض، اللي مبتعد عنها لها 20 سنة 30 سنة، شوف ناس اللي في العراق واللي في مصر اللي في ليبيا اللي سافر لظروف ما قدر إنه يجي. الشاهد انه جاء واحد من الهند وقال انه اخوي هنا في السعوديه وانه يشتغل، وخذوا الاسم وبحثوا بالبرنت وكذا وعرفوا اخوه. نسي هندي هذا؟ اي. فشافوا انه اخوه يشتغل في مكه عامل نظافه او عامل ترتيب وكذا، فجوه وواجهوه باخوه. لا اله الا الله. فاول ما شاف اخوه ضمه ويسلم عليه، واخوه يعتذر منه، اخوه اللي جاي من الهند، ويصيح. الله اكبر. فتفطن قال وش السالفه؟ قال اخوه اللي جاي من الهند ان في وقت من الاوقات ورثنا مبلغ وكان كبير، حلو، لكن اخوي سافر ولا ارسلت له، طمع في الفلوس. حلو. واخوه جاء هنا واشتغل حول 20 او 30 سنه. الله. الرجال اشتغل بدل الفلوس وكون ثروه. أوه. فيقول الله اراد انه في ذاك الوقت انه ينور على بصيرته وانه يعطي اخوه حقه، فجاء عشان يرجع اخوه. يعني تخيل هذا الشخص يعني مليونير خلال 20 سنة ولكن ما معه فلوس، قاعد يشتغل. كم نظرة ازدراء له، كم نفخة، كم قلة أدب مولست عليه، كم كلمة جارحة وجهت له. لو كان هذا الشخص معه ريال ما حد تجرأ، ولا شفنا أي فلان من الناس يتجرأ على حد معه ريال. عرفت؟ طبعا هذه مو معناتها أنه الواحد ينسلخ من أشياء كثيرة، من القيم والمبادئ. أيوة. ويقول لك لا والله لازم يكون معي ريال عشان الناس يحترموني. لا، احنا نتكلم عن حالات ولكنها موجوده ونشوفها يوميا. يا سلام. طيب في احد برضو عنده تعليق شيء؟ بس انا عندي تعليق. تفضل. من اليوم انت ما شاء الله قاعد تعلق. عادي اشارك؟ لا تفضل، قل. لا بالعكس، لو سمحت تركي. لا الرجال عنده السؤال والحوار. السؤال سالت تركي والجميع. اي تفضل. عادي اشارك؟ تفضل، يعني المجال مفتوح. تفضل تكلم. مصدق قدم صفحه وخلاص. يلا يلا استفاد. اسمع، لا تستهبل يا تركي، رجاء لا تعلق، خلنا انا اعلق بعدين تعلق. انا شفت ايش اسمه. بالنسبه للمقوله انا اتفق مع الاخ تركي ان فعلا شكرا المقوله صحيحه، والدليل في المجالس الحين. اي يعني ما نقول كل المجالس لكن الاغلب تركي يدخل كبير سن عادي ما يخلون يتصدر المجلس، لكن يدخل واحد بعمر متوسط بس عنده مبالغ عالية يروح يتصدر المجلس. وكل واحد يبعد تعالج هنا تعالج هنا، كلهم يقومون يعني يقدرون اللي عنده فلوس أكثر من كبير السن. ففعلا يعني الفلوس يعني ترى أنها صحيحة بالنسبة أنا أشوفها صحيحة. صحيحة.
في بعض الاحيان صحيح وبعض الاحيان لا، في بعض الناس لا والله ملتزمه بنسبه معينه اي، بس في ناس ملتزمه بمبادئها، ملتزمه بالعادات، ملتزمه يعني على كلام تحكم على اخوي عبد الاله انه لا والله انه هذا عنده فلوس تعرف تحطه في صدر المجلس. لا يا حبيبي، بعض الناس لا والله، كبار السن، الضيف، الناس اللي لهم يعني ما قلت الكل، قلت الاغلب. هذا اللي نشوفه يعني المقوله صحيحه ولا خاطئه؟ في فيها في فيها نسبه، اقول لك فيها نسبه من الصح، نسبه وتناسب في يعني نقطه سلطة ما هي صحيحه كامله بالنسبه يعني. لل في بعضهم يملك المال ويملك ولكن ما يتصدر واجهه دائم ترى. قصدك هو ما يبغى، ما هو من نفسه ما يبغى يتصدر واجهه. ليش؟ صحيح. لان احترامه للمقام اللي اكبر منه، واحترامه للسن اللي اكبر منه، او احترام تقديره لشيبان زي كذا. ممكن يكون صغير سن وفي شيبان دخولهم المجلس، ممكن هو يقدمونه لكنه يرفض. قصدك موضوع احترام لهم هذا الاكبر منه، احترام انه اكبر منه. في ناس لا متغطرس، يجيك اول ما يدخل يشوف شايب يسابق على المكان. صح والله العظيم، تحس انه يسابق على المكان. في بغض النظر في اطفال حتى لو انهم ما عندهم ما عندهم فلوس، يجاكري بعضهم بعض الاطفال يجاكري شيء مع المكان. وين وصلنا لدرجه ان الشايب ما له احترام ولا تقدير؟ بس غلطان اللي بيقدر يسابق ابوه ولا يسابق احد الشيبان على مكان ولا ابوي. لو شاف واحد بيقطع قدامه تمشي الحين جنبه، شاف تقطع قدامه على طول على اذنك، ما يداني حد يقطع قدامه. مش قادر، خاصه اقول هذول اللي كبار، خاصه عيال الصغار. فقت الله، مع انه ابوي يعني مو مداعب. والله اني تراني بغلط عليه، والله مداعب. فقت الله. فانا عياله، اقصد عياله، ما اقصد الناس جميع. نمشي جنبه بعض الاحيان، دخلت غلط مثلا، ندخلنا مثلا زي ما تقول عزيمه، والله خدعه شبابيه، لا تحط الموضوع غلط. ان الواحد بيجي يتخطر ابوه، يجي قدامه يسلم، ولا غلط اكبر غلط. أنا لا جينا والله أنه يسوقنا، ما عليه منه، ننطق ورا كلبونه لين يروح الحالة قدام، نتبعه واحد واحد. بيض الله وجهكم. في سؤال ثاني، من دام أنكم الآن قال ناصر قبل شوي أنه في صح وغلط، سؤالي للجميع، هل دائما الحقيقة كاملة 100% في أي موضوع، في أي نقاش، في أي كلمة؟ لا. هل دائما لما مثلا عبد الرحمن يقول قول، وناصر يقول قول، وتركي يقول قول في مسألة واحدة، وكل واحد منهم رأي، هل الحقيقة كاملة عند فلان 100%؟ نسب لا. نسب لا. اختلافات نسب. لا، بغض النظر عن انها عند فلان ولا عند فلان، في ممكن شخص مع الحق، في ممكن شخص مع الحق، يعني ممكن واحد من الثلاثة انه يملك الحق، وفي ممكن الثلاثة كلهم رايحين في العجة، وفي ممكن الثلاثة كلهم صح. ما يختلف على هذا. عن النسبة اقول، عن النسبة. حلو، حكم عقلك ومنطقك. بس المايك يا شيخ، لكن ما قد تولع حياتي. المنظم ماخذها بالواسطه انت. مرحبا بكم والله مسهلا، باسم ابو منصور اقول مرحبا بكم والله مسهلا على قله كلابه. سكوتنا ترحيب في فول الليل، ونقول لكم مرحبا بكم والله مسهلا في محلكم وبين اخوانكم وبين ربعكم، وقلطوا على 17 حاشي مقلطين هنا، انه كثير فتبت السهل وانه قليل، فالعذر منكم السموح. هذا الاسراف. دقائق بس. اسراف؟ اقول ليت اقول ليت وقفت على المايك تكفى. ايوه ما جيت. دقائق بس خلينا نكمل. بتم موضوعه بس وجيت. نخلص الموضوع. اللي بيروح يروح يا شباب عادي. يلا ما عليك. ريالتي مصرفت فوق، ريالتي مصرفت. اللي بيروح يروح يا شباب عادي، وضع ريالتي. اسلم يا تركي. انا اقول في كثير من المواضيع لازم تتحكم عقلك ومنطقك، يعني مو بكل من تكلم تاخذ بقوله، خصوصا في بعض الاشياء اذا انت ما تعرف. يعني هل الحقيقه كامله بالنسبه للشخص؟ لا لا. نوار يلا. اذا انهم متفقين كل له تفسير، والرجال عقله في راسه، سواء كان كلامك صح او كلامه صح، انا باخذ الكلام اللي يعني المعروف بالنسبه لي انا بمشي. عبد الله صراحه سؤالك يحتمل وجهتين النظر. الوجه الاول انه انا فهمت من سؤالك انه اي قضيه او شيء هل الكل يجتمع على مثلا شو اسمه على كلام واحد، ولا انت تصدق كلام يخلص موضوعه؟ بس عنده موضوع بنجيكم، فهمت؟ فانا اشوف انه صعب الكل يتفق على موضوع معين. ماجد والله ما ادري، بس يختلفون. طيب، هي طبعا في كتاب كان يذكر النقطه هذه اسمه تكوين مفكر، يقول لك الحقيقه ما هي كامله. بجيك ترى لا تخاف. يقول لك انه مش دائما الحقيقه كامله، قد يكون يا اخي انا عندي جزء من الحق، وعند مثلا تركي جزء من الحقيقه، ممكن في موضوع واحد انا نسبه الصحه عندي 20 هو عنده 80%. لذلك ايش يقول؟ يقول دائما
حط عندك فكر حتى جيت تناقش مع احد، يقول لك افكاري ومعتقداتي ومبادئي صواب تحتمل الخطا، ومعتقدات وافكار غيري خطا تحتمل الصواب. اذا عشت بهذه القاعده راح تتقبل الخلاف وراح تتقبل الاراء الثانيه وراح تبني وتكون نفسك. اما ان عشت على حقيقه انه كل ارائي صواب واراء غيري تحتمل الخطا، مستحيل يوم من الايام تتقبل اي فكر ثاني. اسلم. يا ريت تركي. والله ما ادري الشباب كلهم يعني قالوا نفس الكلام. شوف الرجال يتكلم وتقاطع. اي رجاء ما قطعتك. لا لا يلا اسلم. الشباب كفوا وفوا كل قال اللي عنده، فمشينا للتدشين خلصنا. ما عنده الا ذا اسلم.